في فيديو جديد عن برج العذراء. بما ان بناء على طلب الجماهير انا قررت اتخصص في برج العذراء بما اني اكثر خبرة فيه، فلو انت حد مهتم ببرج العذراء يبقى لازم تشوف الفيديو ده، عشان النهاردة انا هتكلم عن العيوب اللي مش بحبها في برج العذراء. راجل وست يعني النهاردة الفيديو، انا بس ممكن اقفل ده عشان اعمل لي ريفلكشن، يعني راجل او ست ايه الحاجات اللي انا مش بحبها في برج العذراء. زي ما قلت لكم ان انا خبيره جدا في برج العذراء، فلو انت مهتم ببرج العذراء يبقى لازم تعمل لايك للفيديو، بلس كمان تقولي رايك في الكلام اللي اتقال. اي حد برج العذراء يدخل يقولي رايه. وكمان حاجه تانية، تشتركوا في القناه، الزرار الاحمر اللي اسمه سبسكرايب تحت ده لو انتوا لسه ما اشتركتوش. طيب برج العذراء اكتر حاجه بتضايقني في برج العذراء ان هو يعني بيتظلم، يعني بيدي مساحه لنفسه ان هو يتظلم. ازاي؟ دايما ناس كتيره جدا تقولك عن برج العذراء ان هو برج بارد. اي حد كده شوفه برج العذراء هتلاقيه متهم، وحط 60 خط تحت متهم بالخطأ ان هو بارد. بارد ده ليه بقى؟ عشان هو مش بيتعصب بسرعة، ان هو ما بيديش رياكشنز بسرعة، مع ان هو برج عصبي جدا جدا جدا، بس هو دايما برج العذراء من النوع اللي بيسكت يسكت 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 وفجأة ينفجر مرة واحدة. يعني مش سهل ان هو بيعبر، يعني مش برج كده معبر جدا، مع ان هو متكلم ومتحدث، ودايما مع الناس الجديدة يا عيني تلاقيه قاعد كده في جنب كده مش يعني الناس ممكن تعتقد ان هو خايف يتكلم، مع ان هو ابعد ما يكون عن الخوف ان هو يتكلم، بس هو عمال بيحفظ وبيراقب وبيحلل يعني كده يعني. طيب ده اول حاجة ما بحبهاش، دايما بحس ان برج العذراء يعني بيتظلم ان هو برج بارد، مع ان هو ابعد ما يكون عن البرود. انا على فكرة بتعصب جدا، بالعكس انا بتعصب بسرعة جدا وبهدى بسرعة جدا جدا جدا، جداً. ما بشيلش جوايا. تاني حاجة بتضايقني برج العذراء ان هو يعني والله على طول بيفكر، على طول انا بتضايق من نفسي ان برج العذراء، لان انا اولموست 27 ساعة في ال 24 ساعة بفكر في كل التفاصيل، يعني بقعد اغم نفسي لو انا مش لاقية، مع ان انا مش كئيبة خالص، بس انا دايما بفكر في كل حاجة، كل حاجة، موضوع بقى مهما كان مهم او مش مهم تلاقيه شاغل تفكيري بطريقة مش طبيعية، واقعد افكر في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، يعني انا التفاصيل عندي مهمة جدا جدا جدا. ده تلاتة على فكرة، ان انا بهتم بالتفاصيل بشكل مش طبيعي، لدرجة ان انا لما اجي احكي حد يقولي رشا ممكن يعني انا ممكن احكي التفاصيل الدقيقة جدا لان انا باخد بالي منها، فبالتالي لما احب احكي بحكي بتفاصيل فظيعة يعني. فده برضو عيب، هو عيب وميزة بصراحة، ان انت بتهتم بالتفاصيل قوي، فانت يعني الميزة اللي فيك ان انت ذكي جدا ولماح جدا وقوي الملاحظة جدا، فبتلقطها وهي طايرة. بس العيب اللي بيضايقني فيها بقى ان انا يعني عشان بهتم قوي بالتفاصيل، فتلاقيني لما باجي احكي بحكي بالتفاصيل كتير جدا، فممكن اللي قدامي يتضايق من الحتة دي. رابع حاجة يعني بتضايقني في برج العذراء احيانا، انا طيبه جدا على فكره، ده بالنسبه لي عيب. عارفين ليه؟ عشان انا من كتر طيبه جدا بسامح كتير جدا جدا، ويعني بدي اللي قدامي فرصه واثنين وثلاثه واربعه، بحس ان انا بضيع حقي بسبب طيبتي. فاي حد برج العذراء انا فعلا طيبه، ما يغم يعني انا طيبه وعدوانيه برضو على فكره، يعني انا طيبه بس مش سهله ماشي، بس انا طيبه جدا، انا في الاخر بسامح. انا على فكره من النوع اللي ما بشيلش جوه قلبي، يعني انا فعلا لما اكون متضايقه من حد بروح في وشه كده واقول له على فكره انا متضايقه منك عشان انت عملت معايا واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وبالتالي ما تعملش معايا كده. يعني انا مش من النوع اللي عمري في حياتي اروح من ورا، انا مش بتكلم عني كراشة، بتكلم عن برج العذراء، بس انا كده برضو الف ورا حد واتكلم عنه، لا انا لما باجي اتكلم على حد بتكلم عليه في وشه. بس ده بيضايقني ان انا ناس كتير جدا بتستغل طبطي بطريقة مش كويسة، لان انا بسامح، انا للأسف بسامح. يعني انا كان عندي شغالة قبل كده والله العظيم كانت بتعمل فيا كل موقف، واخو كل مرة تيجي تستسمحني كنت بتصعب عليا والله العظيم، عملت سرقتني، عملت حاجات كتيرة جدا، خانتني، يعني مش عايزة اقولك ان هي كانت ممكن تسرق ولادي كمان من كتر ما هي يعني حد مش كويس. كل مرة كانت تيجي تعيطني وتقعد، انا كنت بحس ان ده سذاجة، يعني ده بيضايقني، بس انا في الاخر بتصعب عليا والله العظيم، كانت بتصعب عليا كل مرة بتصعب عليا، مش فاهمة انا. فدي كانت اكتر حاجة برضو من اكتر الحاجات اللي بتضايقني في برج العذراء. انا بتكلم عن راجل وست. برضو من الحاجات اللي بتضايقني ان انا دايما بحس ان انا طموحة، يعني انا فعلا شخص طموح، يعني طموح ده اللي هو عندي كمية احلام مش طبيعية، انا بقيتش عارفة للأسف من كتر الاحلام بقيتش عارفة اركز في الحلم ده ولا الحلم ده ولا الطموح ده ولا الهدف ده، والله العظيم كتير قوي لدرجة ان هما دماغي عاملة كده، عارفين اللي هو طخ 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 طخ، عاملة زي خلاط، فكرة من هنا على طموح من هنا على يعني. بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن ناخدها بوزيتيفلي ان انا مش حد يعني الحمد لله حد ان انا اي ثينك ان انا ناجحة، يعني اي هاف بحقق احلامي ستيب باي ستيب. فدي برضو من الحاجات اللي انا شايفاها عيب في برج العذراء، ان انا بحس ان انا يعني من كتر
الاحلام اللي عندي مش عارفه اركز في حاجه واحده او مالتي تالنتس. اي حد برج العذراء تلاقيه بيعرف يطبخ، بيعرف مش عارفه ايه، بيلعب رياضه معينه وشاطر فيها جدا، بيشتغل شغلانتين وناجح فيهم الاثنين جدا. انا على فكره يا جماعه باي فور يور انفو، انا بشتغل شغلانتين، يعني انا بشتغل شغلانتين والاثنين منفصلين عن بعض، ما لهمش اي علاقه بالبعض، في بعض ميديا واويل اند جاز بترول، وفي نفس الوقت انا بحبهم الاثنين جدا وما اقدرش استغنى عن واحده فيهم، والحمد لله اي ثينك ان انا ناجحه فيهم هما الاثنين. بس احيانا بحس ان انا محتاجه استقر، محتاجه احدد انا عايزه ده ولا عايزه ده، مع ان انا مش متردده، ودي حاجه مهمه جدا. برج العذراء مش برج متردد ابدا ابدا ابدا، بس انا ديسيجن ميكر. ده بالعكس، انا ممكن زمايلي او كده بيعتبروا ان انا شخصيه قويه وشخصيه قياديه. اي حد برج العذراء تلاقي شخصيته قويه، لان انا ما بحبش حد يتحكم فيا. فايفن يعني انا كان عندي مشكله فظيعه مع مديري، ان انا مديري من نوع برج الاسد، انا عارفه مديري برج الاسد، فمديري كان بيحب ان هو يسيطر على شخصيتي، فدي كانت مشكله كبيره جدا. انا ما بحبش، يعني كنت اقول له اديني السبيس بتاعتي وشوف انا هعمل ايه، لو ما عملتش اللي انت عايزه تيجي تحاكمني او تيجي تعمل معايا كشف حساب، بس طالما تديني ماي سبيس في الشغل انا اتشغل بطريقتي. ما بحبش حد يملي عليا، يعني يملي عليا طريقه. انا على فكره من النوع اللي مش ملتزمه بمواعيدي قوي، مع اني مش عارفه دي من صفات برج العذراء ولا لا، بس انا من النوع اللي يعني انا بدي برودكتيفيتي عاليه، بس ما تقيدنيش، ما تحطليش حدود من هنا ومن هنا ومن هنا. طيب ايه الحاجات برضو اللي بتضايقني جدا في برج العذراء؟ انا قلت ايه بقى، قلت طيبه ان انا يعني طليقه اللسان بقى في موضوع النقد. انا بتضايق جدا يا جماعه مني، يعني انا ممكن اصحابي بيقعدوا يقولوا لي يعني رشا انت بتقعدي، يعني انا من اول اتضايقت من حاجه ومقايلها على طول، يعني مثلا صاحبتي تبقى بتعمل حاجه غلط وما انا اروح منتقدها اقولها على فكره انت ما كانش ينفع ان انت تعملي 1 2 3 والصح ان انت تعملي كذا. ناس كتير جدا بتزعل مني، مع اني اقسم بالله العظيم انا بعمل كده عشان انا بحبها وعشان انا اتضايقت عشان منظرها كان وحش قدام الناس كلها. ولما باجي انتقدها ما بنتقدهاش على فكره، يعني انا ذكيه الحمد لله، يعني مش بكلم على نفسي، بس مش بنتقدها عشان انا كعذراء، انا مش بكلم على نفسي كرشا، يعني مش بنتقد صاحبتي دي عشان قدام الناس، لا انا بنتقدها بيني وبين نفسي، بس هي ممكن تتضايق مني ان انا انتقدتها اصلا. فانا بنتقد كتير جدا، اي ثينك اي حد عذراء بيتفرج علينا دلوقتي ما بيبطلش نقد في الناس. طيب اكتر حاجه بتضايقني في برج العذراء برضو البرفكشن. انا ممكن احكي لكم يا جماعه ان انا لما باجي اغسل، بما ان انا كان في فتره قاعده فيها من غير بيبي ستر في البيت، اغسل الحاجه اقسم ممكن افضل اغسلها في نص ساعه عشان اتاكد ان ما عادش فيها اي حاجه غلط. حتى في الشغل انا ريبورتنج، انا بشتغل في جزء من شغلي ريبورتنج، ممكن اقعد اراجع على ريبورت 10 20 مره عشان انا بحب الحاجه تبقى بيرفكت، اخد بالي من كل تفاصيله، بلس كمان ان انا اي لايك ايفريثينج تو بي بيرفكت. فده بقى ممكن يكون عشان في بنات كتير جدا بعتولي على الفيديو اللي قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه بتاع برج العذراء، ان هم يعني مش بيتجوزوا. ليه مش بيتجوزوا بسهوله؟ عشان برج العذراء بيتاخر في الجواز يا جماعه عشان سبب واحد بس، ان هو بيرفكشن لافر، يعني بيحب كل حاجه بيرفكت، فبالتالي ما بيعجبوش اي حاجه ولا بيعجبوا اي حد، عشان كده بيتاخر في الجواز، وده طبيعي جدا. طيب ايه بيرفكشن لافر؟ مش يعني صعبة الارضاء، حطوا بقى 90 خط تحت اي حد برج العذراء صعب الارضاء، يعني انت ممكن تعمله حاجات كتيره قوي وقدامه بيبذل طاقه كبيره جدا عشان يرضيه ويساعده، وهو اوكي عادي طيب ماشي، الرياكشنز بتاعته بارده شويه، او يعني هو ده مش اقصى حاجه هو بتخيله، لان هو طموح جدا، فانت ممكن تجيب اخرك في ان انت تعمل له حاجه وفي الاخر هي از نوت ساتسفايد، عادي عادي جدا كمان بالنسبه له. فدي حاجه بتضايق ناس كتير جدا من اي حد من مولود برج عذراء راجل او ست، ان هو يعني مش بيعجبه حاجه، فدايما تلاقي اي ست متجوزه راجل برج عذراء او العكس تماما متضايق منه، لان حاسس ان هي نيفر جيت ساتسفايد، ما بيبسطش بسهوله. طيب ايه تاني بتضايق منه برج العذراء؟ بتضايق منه بس فكر بس اصلا انا مش كاتبه انا برتجل، يعني بتضايق من برج العذراء في ايه؟ ان هو دايما بتفهم غلط، يعني برج العذراء ممكن ناس برضو بتفتكره ان هو مثلا برج مادي شويه بيهتم بالفلوس، بس هو مش برج مادي شويه، بس هو برج بيفكر بعقله مش بيفكر بعواطفه، فبالتالي لما بيجي يحلل الامور بيحللها بيستخدم ده مش بيستخدم ده، فبالتالي ممكن ناس بتتهمه ان هو برج قاسي او عدواني او مع انه هو مش كده، بس هو دايما بيعرف يعمل بالانس ما بين الاثنين. والدليل على كده ان اي حد برج العذراء هتلاقيه حنين، هتلاقيه طيب. انا اتحداكم واتحدى اي حد بيتفرج عليا دلوقتي حالا ان يقول لي ان هو يعرف برج العذراء، حد برج العذراء ممكن يكون عصبي جدا ويعني حاد او شارب او حازم،
بس مش طيب، لا هو طيب اي حد. حتى ايفن كان في واحده صاحبتي بتحكي لي، بتقولي على باباها ان هو برج العذراء ان هم كده يعني مش بيمشي كده وكده وكده، لا هو كده ستريت اون. فكانت بتشتكي لي ان هي بتتضايق منه، بس هي سالتها سؤال واحد، انت باباكي طيب ولا لا؟ قالت لي طيب جدا. فدي حاجه برضو بتضايقني، او مش بتضايقني، ممكن تتاخد غلط عن برج العذراء. الناس كتيره قوي تعتقد ان هو مادي، هو مش مادي، هو بيفكر صح. يعني هو لو معاه فلوس مش هيقعد يفرتكها بقى يعني في حاجات تافهه، لا هتلاقيه عامل بلان كويسه جدا، فاهم هو عايز ايه في حياته، عنده اهداف، عنده زي بلانز لحياته كويسه يعني، فهو عايز يوصل لحاجه معينه. تالت حاجه انا قلت ايه تاني بيضايقني في برج العذراء، ان برج العذراء ما يحبش يبين مشاعره بجد، دي حاجه بتضايقني جدا. انا ايفن مع ولادي او اي حد برج العذراء هتلاقيه لو بيحبك جدا 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 ما بيعرفش يقول يا جماعه كلام حلو، هو طبيعته كده يعني، ما بيعرفش ينمق الكلام مع ان هو متحدث جيد جدا جدا، بس بيتكسف. انا بشوف ان الناس بتاع برج العذراء على فكره بتتكسف، يعني مش بجحين خالص، مش بجحين مع ان هم حازمين، هو عندهم دايما الصفه وعكسها. مش بجحين يعني ازاي؟ يعني انا مش بعرف اعبر عن حبي لو بحب حد، عمري انا بتكسف اقول لخالتي ان انا بحبها، خالتي اللي هي اخت مامتي، والله العظيم بتكسف. فتلاقي اي حد برج العذراء بيتكسف يعبر عن مشاعره، ايفن اللي هو بيحبك هتلاقيه بيتكسف جدا، فتلاقيه عبر عن مشاعره ليك بالافعال. يعني برج العذراء برج بيعبر عن حياته، بيعبر عن اللي جواه فعلا لا قولا. فبتضايق ان انا مش بعرف اعبر عن مشاعري، لو بحب حد مش هعرف اروح اقول له ان انا بحبه، لو بحب جوزي مش بعرف اقول له، لو بحب بنتي مش هعرف اقولها، لو بحب ابني مش بعرف اقول له، بس بعرف ان انا ازاي احسسه ان انا بحبه يعني، بس ان انا اقول دايركتلي كده نو واي. ودي حاجه مشتركه ما بين العذراء والسرطان على فكره، ان هو صعب جدا تعرف هو بيفكر في ايه يعني. بس في الاخر يا جماعه برج العذراء ده برج ذكي جدا وطيب جدا وعنده مميزات كتير قوي، وهعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله قريب جدا، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه عن مميزات برج العذراء. انا اسفه بقى انا قلت حاجات كتيره ممكن تكون، بس دي مش حاجات سلبيه، انا قلتها من وجهه نظري. فتحيه لكل حد برج عذراء، ولو انت اي حد في حياتك برج العذراء يا رب تشكر ربنا عليه، ان انت هتثق فيه جدا، هتعتمد عليه جدا، لان هو حد independent، حد يعتمد على نفسه، حد عنده يعني شخص يعتمد عليه، وحط 60 خط يعتمد عليه. وتحيه لكل الناس برج العذراء، يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين. اشوفكم في فيديو تاني، ونسيت اقول لكم ان دايما برج العذراء يعني حد دمه خفيف. باي باي يا جماعه.